في إطار تنفيذ البرنامج المتعدد سنوات للتنمية البشرية، وخاصة الشق المتعلق بالنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ومحور دعم التمدرس، قام السيد العامل والوقت المرافق ليه اليوم بوضع الحجر الأساس لمشروعين مهمين، اللي هو بناء وتوسيع دار الطالب بتشوغزا وبناء دار الطالبة بإبدر، اللي التكلفة ديالهم كتناهز مليار ديال سنتيم، واللي هاد دور الطالب كيتكونوا من طبقين وكيتوفروا على مراقد اللي الطاقة الاستيعابية ديالها كتراوح ما بين 120 حتى 160 سرير، بالإضافة لمرافق كقاعة المطالعة والأكل ومرافق أخرى. هاد المشاريع لا محالة غادي تعزز عرض الإيواء على مستوى كل من الجماعتين بجوج، في أفق إعطاء دفعة للمجهودات المبذولة من أجل الحد من إشكالية الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتاة والطالبة بالإقليم.